لمثال رقم 3، ومثال رقم 3 عاكس، هو مدي لك البعد بين نقطتين وعايز نجيب قيمة ألف. فبيقول لي إذا كان البعد بين النقطتين ألف وخمسة وثلاثة ألف ناقص واحد وواحد بيساوي خمسة وحدة طول، مطلوب مني إيه؟ أوجد قيمة ألف. طيب هو بيقول لي البعد بين نقطتين، يبقى مين القانون اللي أنا هشتغل بيه؟ قانون البعد ما بين نقطتين. فأول المسألة لازم أكتب البعد بين نقطتين بيساوي الجذر التربيعي لمين؟ سين اتنين ناقص سين واحد الكل أس اتنين زائد صاد اتنين ناقص صاد واحد الكل أس كام؟ أس اتنين. هبدأ أعوض، عندي الألف هي سين واحد والخمسة هي صاد واحد، تلاتة ألف ناقص واحد هي سين اتنين والواحد هو مين؟ صاد اتنين. خلينا نعوض في القانون بتاعنا، يبقى أنا عندي تلاتة ألف ناقص واحد ناقص ألف الكل أس كام؟ اتنين، زائد واحد ناقص خمسة الكل أس اتنين، الكلام ده بيساوي كام؟ هو مديني البعد، مديني البعد بكام؟ بخمسة. طيب أنا دلوقتي عايز أتخلص من الجذر التربيعي اللي موجود في الطرف الأيمن، يبقى هعمل إيه؟ هربع الطرفين. طيب التربيع هيشيل لك الجذر اللي موجود في الطرف الأيمن والخمسة هيخليها 25. بقى عندي تعالوا نبسط بقى، 3 ألف ناقص ألف بيساوي كام؟ 2 ألف ناقص 1 الكل أس 2، 1 ناقص 5 سالب 4، سالب 4 الكل أس 2 بكام؟ 16، واتفقنا الخمسة بقت كام؟ بقت 25. عندي طريقتين للحل، يا إما تفك 2 ألف ناقص 1 الكل أس 2 ديت، تمام، اللي هي مربع الأول، الأول في الثاني في 2 مربع الثاني، ودي الطريقة اللي أنا هستخدمها، أو إنك تودي ال 16 للطرف الايسر وتبدا تحلها كانها معادله عشان تجيب قيمه 2 ألف ناقص 1. ده حل انا مش هستخدمه دلوقتي، انا هستخدم الحل اللي انا هفك فيه المقدار الثنائي اللي عندي ده بالقانون بتاع مربع الاول، الاول في الثاني في 2 مربع الايه؟ الثاني. طيب خلينا نستخدم القانون بتاعنا، 2 ألف الكل اس 2 بكام؟ 2 اس 2 ب 4 و ألف اس 2 تنزل زي ما هي، ألف في ألف هتبقى ألف أس 2. بعد كده الأول في الثاني في كام؟ في 2، 2 ألف في سالب 1 بكام؟ سالب 2 ألف، في 2 يبقى سالب 4 ألف. بعد كده زائد سالب 1 تربيع بكام؟ بواحد، يبقى بقى عندي 4 ألف تربيع ناقص 4 ألف زائد 1 نزل زائد 16 بيساوي 25. خلي لي الطرف الأيسر بيساوي صفر وانقل الكل للطرف الأيمن، بقى عندي 4 ألف تربيع ناقص 4 ألف زائد 1 زائد 16 ناقص 25. هنبدأ نبسط المعادلة اللي موجودة عندنا، هقول 4 ألف تربيع ناقص 4 ألف، هجمع 1 و16 وسالب 25 مع بعض، هيبقى عندي إيه؟ 4 ألف تربيع ناقص 4 ألف ناقص 8 بيساوي صفر. أنا أقدر أبسط المعادلة دي أكتر، هعمل إيه؟ كل حدود المعادلة اللي عندي بتقبل القسم على كام؟ على 4، يبقى هقسم المعادلة كلها على 4. بقت الصورة اللي عندي ألف تربيع ناقص ألف ناقص 2 بيساوي كام؟ صفر. هعمل إيه دلوقتي؟ هبدأ أحلل المعادلة اللي عندي عشان أجيب قيمة ألف، عايز عددين حاصل ضربهم كام؟ سالب 2، يبقى كام في كام؟ آدي سالب 2 في 1، يبقى عندي ألف ناقص 2 وألف زائد 1. طيب إما ألف ناقص 2 بتساوي صفر أو ألف زائد 1 بتساوي كام؟ صفر. طيب يبقى الألف بتساوي كام؟ ودي السالب 2 إلى الطرف الأيسر يبقى الألف بتساوي 2، وودي الواحد إلى الطرف الأيسر يبقى الألف بتساوي كام؟ سالب 1. يبقى أنا هنا جبت قيمة الألف عندي هتكون يا إما الألف بتساوي 2 يا إما الألف بتساوي سالب 1. شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا مستقبل يبدأ الآن.